مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع. طاقة 2 نوفمبر رح يكون فيها كتير تغيرات عندك على مستوى التفكير. حتشوف أمور أو تكتشف أمور ما كنت عارف إنها أو قدرات عندك موجودة. في أشخاص حيظهروا ويطلبوا منك مساعدة في شيء تساعدهم فيه. اسأل نفسك قبل ما تبادر في هاي المساعدة، هل أنت حتساعده من قلبك ولا منتظر منه شيء؟ إذا كان من قلبك ساعد، إذا ما كنت كان من قلبك ما تعمل ولا تساعد. النقطة المهمة في طاقة بكرة إنه لازم تنتبه على الإشارات الكونية اللي بتظهر لك. في إشارات كونية، ممكن أرقام تتكرر، ممكن أشياء بتشوفها وبتتكرر. المهم في رسالة لك من هذه الإشارات أو الساينات اللي بتظهر. هكون منتبه، رتب أفكارك، رتب مشاعرك، شوف شو اللي بدك تخليه عندك من أفكار وشو اللي لازم تتحرر منه، واستقبل يومك بطاقة حب.